الأستاذ مسلم البغاك، يعني ألا كان تجيب عن السؤالين؟ هل تتاح لك الفرصة للحديث أو إبداء وجهة نظرك في التلفزيون الكويتي؟ وهل الحريات وكذلك الديمقراطية، أتشعر بين الحريات والديمقراطية في الكويت مهددة وفي منطقة الخطر الآن؟ لا لا، أنا ما أعتقد شذي أنها مهددة وفي مرحلة الخطر. لا لا، إحنا عندنا دستور، والدستور يعني يحظى برعاية كريمة من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد. لا، ونقول ايضا هو الان هو الموازنه موجوده. الحكومه فعلت هذا الفعل السيء، الحكومه سعت الى قمع الحريات، الحكومه سعت الى تفريق الدستور، الحكومه منعت النواب من حضور جلسات مجلس الامه بتعطيلها لانصاب الجلسات، الحكومه منعت النواب من حضور الندوات، الحكومه منعت النواب من الوصول الى بعض القنوات وسكرت مكاتبها. لكن يقابل ذلك ان هناك صلاحيات لنا لاحداث هذا التوازن. أننا قاعدين الآن نسائل رئيس الوزراء، أكبر سلطة تنفيذية في البلد الآن يتعرض إلى محاسبة ومساءلة من قبل نواب الشعب ومن نواب الأمة. أنا أعتقد هذا هو التوازن، وبالتالي إحنا بالعكس، هذا ما أكد حضرة صاحب السمو بأن قضية الدستور وملتزمين فيه ولا تعديل للدستور والحفاظ على على على, على, على هذه المبادئ، هذا أمر لا نستغربه من من, من من سمو الأمير. لكن حنا نقول حنا ولا في إطلاقا ترى، يعني لا يصور الامر ان هناك خلاف بيننا وبين النظام ابدا. احنا لا. احنا احنا في نهايه الامر جزء من هذا النظام، ولكن احنا خلافنا ان ناصر المحمد رئيس الوزراء اصبح غير قادر على ان يدير البلد كسلطه تنفيذيه، وبالتالي احنا قاعدين نمارس دورنا. بالعكس، انا اعتقد الاضرار بالبلد هو ان نترك حكومه ناصر محمد ان تتصرف بهذه الطريقه القمعيه، ان تحاول ان تقمع الحريات وتفرق الدستور من محتواه. اما تلفزيون الكويت، أنا شلون تطلب مني من حكومة رئيسها ناصر محمد ووزير إعلامها أحمد العبد الله، شلون تطلب مني إذا هم قاعدين يسكرون القنوات الفضائية اللي حنا نلتقي معاها؟ وأنا مع ذلك حنا نقول حق رئيس الوزراء عندنا مني للاستجواب، يلا تفضل يا رئيس الوزراء، خل تلفزيون الكويت الآن يفتح للنواب مقدم الاستجواب ونواب آخرين يفتح لهم المجال في تلفزيون الكويت. بل سأذهب أكثر من ذلك، ليش رئيس الوزراء ذاته ما يقابل أبناء الشعب الكويتي ويشرح لهم الوضع؟ وحنا على استعداد أيضا أن نتواجد في الاستوديو لأيضا نناقش رئيس الوزراء ونعبر لأبناء الشعب الكويتي في ندوة يستضيفها تلفزيون الكويت. لكن هم يعني للأسف الشديد، يعني شوف القنوات الآن، هناك في قنوات داخل الكويت تشوه الحقائق، قنوات خاصة تشوه الحقائق، تحاول أن توجه الرأي العام. الحكومة راضية عنها، شو راضية عنها؟ لأن الحكومة أمامها قانون ولا تطبق هذا القانون، وبالتالي هذه القنوات قاعدة تضرب مكونات المجتمع، قاعدة تنشر الكراهية في المجتمع الكويتي. يوميا قاعد يضربون النواب ويسألهم والمواطنين، شرائح كبيرة من أبناء المجتمع قاعدين ينشرون الكراهية بينهم ويقللون منهم. يا رجل، هذه الشرائح اللي هم الآن قاعد يقللون منهم للأسف الشديد ويضعفونهم ويشككون بولائهم، قدموا شأنهم في ذلك شأن كل أبناء الكويت، قدموا الشهداء والأسرى، قدموا الدم وقدموا حريتهم ثمن لهذه الأرض. هم متواجدين الآن بالقوات المسلحة، متواجدين بكل المواقع اللي يدافعون فيها عن الكويت، ولكن للأسف الشديد ارتضوا بقناة من خارج الكويت تبث غير القناة الموجودة المرخصة. وإذا قلنا لهم قالوا والله يا جماعة احنا ما نقدر، هذه القناة لا سلطة لنا عليها. الله أكبر، قناة قاعدة تسب شعبك كل يوم يا رئيس الوزراء، اتق الله. قناة يوميا قاعدة تضرب مكونات شعبك وتسئلهم، قاعدة تسب الناس والنواب وغيرهم وأبناء الشعب الكويتي، وانت تقول والله ما أقدر أسوي لها شيء. لا تقدر، لكن لأنكم ما تبون كحكومة، لأنكم سامحين بهذا الأمر، لأن القنوات المرخصة داخل الكويت قاعدة تبث بعض هذه القنوات سمومها لضرب المجتمع ومكوناته، وانتم ساكتين. وبالعكس، بعض المؤسسات الحكومية قاعدة تحط إعلانات عندهم كنوع من التشجيع والدعم والمساندة. لذلك أنا ما أعتقد في يوم من الأيام أن الحكومة تقبل بأن تلفزيون الكويت يفتح لسماع وجهة نظرنا، إذا هي كانت تسكر بعض القنوات اللي قاعدين من خلالها نعبر عن رأينا وجهة نظرنا. قناة الجزيرة ترى كل مشكلتها في هذا الموضوع أنها نقلت الحدث بكل حيادية، ما زادت ولا نقصت، بل بالعكس دخلت في عمق الحدث. خلني أقول لك أزيد من ذلك، تلفزيون الكويت ذاته وزارة الداخلية صوروا الحدث تصوير دقيق جدا. تعرف ليش؟
لما صار المؤتمر الصحفي للقيادات الأمنية واللي للأسف الشديد لم يأتوا بمعلومة واحدة صادقة. الأستاذ مسلم براك يعني فقط على ذكرك الأخ الفاضل ناصر الدويلة الآن يعني الأسبوع الماضي كان معنا في البرنامج والآن قدم أو كتب بيان أو أصدر بيان اعتذر فيه على المشاركة في قناة المستقلة وفي الجزيرة أيضا، هل يعني واعتذر للملك على ذلك للأمير عفوا على ذلك، هل يعني ذلك أن هذا الأمر يستحق الاعتذار؟ وكذلك هل أصبح المشاركة في القنوات الفضائية خطرا يعني كبير أو كيف يعني؟ يا أخي الفاضل أنا للأسف أن في ناس يعني مع احترامي لهم يعني الأمور لازم تقرأ بشكل جيد، وكلام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله لازم يعرف بمعناه. في الحالة هذه إذا لنجيب كشف كامل من كل الكويتيين اللي تحدثوا في قنوات خارجية، الجزيرة، المستقلة، دبي، العربية، كل القنوات، وبالتالي نقول هذول عليهم أنا سمو الأمير أنا وفق فهمي ما هذا ما هو القصد؟ مو القصد هذا، يعني أنا ماني عارف شلون عملية التفسير أن كل من طلع في قناة فضائية خارجية يجب أن 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 أن, أن, أن يعني يعتذر. أما إذا خذ أي طرف خذ هذا القرار هذا قرار شخصي، لكن أنا أعتقد إحنا عبرنا عن وجهة نظرنا، حنا نقلنا الحدث كما هو. وزارة الداخلية كانت تملك التصوير لكن لما طلعوا عليه لقوا الأحداث الموجودة فيه أحداث سيئة أسوأ مما نقل في الجزيرة، وبالتالي اختاروا الجزيرة، اختاروا لقطات من الجزيرة والرأي عرضوها في المؤتمر الصحفي ولم يعرضوا تصويرهم. وبالتالي أنا يعني إيضاح وجهات النظر، الجزيرة قطت الحدث بشكل حيادي وبمنهجية تامة، نقلت الحدث بتفاصيله، بل من خلال هذا الحدث اللي ما شاهدوا ولا كانوا حاضرين في الندوة عرفوا منهم الأشخاص أسماءهم، حتى القيادات في وزارة الداخلية اللي تعاملت بعنف وبوحشية مع المواطنين ومع النواب واللي ضربوا النواب أيضا بوحشية، وكانوا متعمدين كأن الأوامر اللي موجودة لهم أن لا تفرقون بين نائب وآخر. سمو الأمير حفظه الله تألم لما سئل عن ضرب النواب، قال أنا أتألم، تألمت من هذا الحدث. إذا سمو الأمير تألم، من أحدث الألم لسمو الأمير حفظه الله؟ هي حكومة ناصر محمد. سمو الأمير ما قال لهم طقوا الناس، سمو الأمير قال لهم طبقوا القانون، وهذا كلام ما هو جديد، هذا كلام كل يوم قاعد يقول الشيخ صباح الأحمد. ولكن حنا نقول حق الحكومة عندما أمر حضرة صاحب السمو بتشكيل لجنة للوحدة الوطنية بعد أن ألغى خطابه قبل 7 أشهر 8 أشهر، وين حكومة ناصر محمد ما نفذت كلام الأمير؟ حطوا المقترح بالدرج وسكروا عليه، وخلوا القنوات الفضائية المرخصة داخل الكويت أو بعض القنوات خارج الكويت واللي اسمها قناة السور، خلوا يضربون يوميا مكونات المجتمع ويضربون شرائح من المجتمع الكويتي بعنف، وساكتين ما تكلموا، صمتوا صمت القبور، لا رئيس الوزراء ولا وزير الداخلية ولا وزير الإعلام ولا الحكومة كلها سكتت وصمتت أمام هذا الإجراء، ويشوفون شلون من يسعى إلى توليد الكراهية في نفوس مجتمعهم. أول مرة أنا أشوف في العالم أن أول مرة أشوف أن هناك حكومة تشوف شعبها يشتم وهي ساكتة مستانسة، سواء بقنوات فضائية مرخصة داخل الكويت أو قنوات فضائية خارج الكويت. لذلك إحنا نعتقد أن لما نظهر بالجزيرة، بالمستقلة، وبأي قناة أخرى، ترى لأن هناك قنوات مرخصة في الكويت شوهت الحقائق، وصوتنا ترى بالفعل ما وصل، ترى الوحيدة اللي نقلت هذا الصوت والصورة داخل الكويت هي قناة الرأي اللي أيضا من خلال قناة المستقلة نبعث لها كل تقدير وكل احترام وكل امتنان بالدور اللي قامت فيه وهو دور وطني. لكن للأسف الشديد هناك تشويه للحقائق، هناك توجيه للرأي العام. أنا يعني قاعد أقول لك الآن بالنسبة أن النواب مفترض أن يستنكروا، وين ما سمعناهم؟ وين ما سمعنا رئيس مجلس الأمة عما تعرض له المواطنين والنواب؟ وين ما سمعنا لما كانت مكونات المجتمع تضرب وبعنف من قبل هذه القنوات؟ وين ما سمعنا رئيس مجلس الأمة ولا سمعنا أي طرف آخر من النواب يستنكر هذا الفعل اللي تعرض له شرائح من أبناء المجتمع؟ هل
الإهانات اللي قاعدة يوميا ولدوا الحقد في نفوس الناس والكراهية. وبعدين حنا شعب جربنا ان نكون بلا وطن. في 2/8 لما ضاعت الكويت وضربت المؤسسات وسقطت الشرعية وذهبت الى خارج الكويت، عرفنا شلون قيمة ان نكون بلا وطن وشنو الالم اللي حنا فيه. عرفنا قيمة الكويت. نعم. وترى مهما تملك فلوس الحال. لا الاستاذ مسلم يعني على اساس هذا الكلام، اثناء اعدادي لهذا البرنامج لمست خوف يعني شديد لدى الكثير من المثقفين من الطبقة المثقفة في الكويت، وبعض الجامعيين حتى منهم من قال بأن النواب ضربوا، يعني فما بالك نحن، يعني كيف تعلق على ذلك؟ هم يخافون من المشاركة في قنوات فضائية للحديث في هذا الموضوع. أنا قاعد أقول لك هذا الرسالة اللي بيوصلونها حكومة ناصر محمد بتوصل الرسالة. إذا النواب ضربوا فما بالك في المواطنين. أما قضية المشاركة لا راح نشارك. وترى أقول لك ترى هذا الضرب وهذا الرعب وهذا الرسالة لم يكن الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد حفظ الله طرفا فيها إطلاقا، ولا نفكر لحظة والله ما يداخلني شك لحظة واحدة أن سمو أمير البلاد في يوم الأيام سيعطي للقوات الخاصة أو لوزارة الداخلية أمر بضرب أبناء شعبه. هذا فعل الحكومة ورئيسه وزير داخليتها، هم اللي فعلوا وهم اللي يجب أن يتحاسبوا على هذا الفعل. أوكي. لذلك أخيرا الأستاذ مسلم، يعني ماذا تقول للجامعيين الذين تخوفوا من المشاركة في قناتنا وفي قنوات أخرى أيضا؟ حنا نقول لأنهم يخشون الضرب كما نقول لكل محب لهذا الوطن، لكل كويتي، لكل شاب، لكل امرأة، لكل رجل، لا تخافوا. الكويت تظل بلد الدستور، لا تخافوا. وهم حكومة ناصر محمد تبي تزرع الخوف في أنفسنا، لا، لن ننهزم أمام أنفسنا. حنا وقفنا أمام صدام ونظامه، نظم العصيان المدني. الشباب بالكويت أداروا الدولة بدون حكومة، وأعلننا من خلال هذا العصيان المدني تمسكنا بالشرعية الدستورية وتمسكنا بسمو الأمير الراحل من مثل هذه الشرعية الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه، واللي كان امتداده الشيخ سعد العبد الله والشيخ صباح الأحمد حفظه الله. لذلك لن يكون للخوف مكان في نفوسنا إطلاقا. ونقول لهم أن من يمثلكم هم نواب الأمة اللي مارسوا دورهم اليوم. كان اليوم مفترض ويجب أن نمارس هذا الدور بمحاسبة حكومة ناصر محمد ومحاسبة الشيخ ناصر محمد والسعي إلى إقالته من منصبه. هذا دورنا، وصدقني أن هذا الدور سيخلق هذا التوازن المطلوب في نفوس الناس. ونؤكد مرة أخرى أن سمو الأمير مسافاته، أنا سبق أني قلت هذا الكلام في المستقلة وأقوله مرة ثانية، أن سمو الأمير كما عودنا دائما هو وحكام الكويت السابقين أن مسافاتهم بين شعوبهم وبين حكوماتهم متساوية، لأن صباح الأحمد حفظه الله هو أمير البلاد ووالد الجميع. وبالتالي لا يحاولون يصورون للعالم أو يوصلوا لكم رسالة بأن الأمر مواجهة بين نواب الأمة وبين سمو الأمير، أبدا. سمو الأمير فوق هالأمور هذه كلها، وسمو الأمير أب الجميع، وأنا أعرف تماما أن مسافاته متساوية بيننا وبين الحكومة متساوية. وبالتالي هذه المساءلة ستكون على مرأة ومسمع من سمو الأمير ليرى بعد ذلك ويقرر سموه. أما أن يختار رئيس الوزراء ويتمسك فيه ويحل مجلس الأمة ويجري انتخابات وفقا لما جاء بالدستور، أو أنه يتمسك بمجلس الأمة ويقدم رئيس الوزراء استقالته. لذلك حنا نقول للشيخ ناصر محمد، ليش توصل البلد إلى مثل هذه الأزمة؟ هذا فعل يمناك أنت سويته، تحمل نتاجه، قدم استقالتك إلى سمو الأمير، لا تكونون عبء على سمو الأمير. لأول مرة سمو الأمير يتصدى ويقول أنا اللي عملت هذا الفعل حتى يخفف العبء عليكم. فأفهموا الرسالة جيدا، حنا نقول لكم يا افهموها جيدا، إنكم أنتم اللي قمتوا بهذا الفعل، أنتم اللي ضربتوا الناس، أنتم اللي ضربتوا الناس بالعصي والهروات، أنتم اللي دفعتوا بالقوات الخاصة بمشهد لم تألف الكويت إطلاقا ما تعودنا على هذا الأمر. واليوم الفضائيات في كل موقع اعتقدوا انهم لما يسكرون قناة الجزيرة انهم راح
ينهون المشكلة أو يخلقون سياج بين الكويت والعالم. لا أبدا، اليوم العالم كله أصبح قرية، لكن الحكومة للأسف الشديد لا تجيد قراءة التاريخ، وإذا قرأت لا تفهم، وإذا فهمت لا تستوعب. حنا هذه للأسف الشديد هي حكومتنا، وبالتالي حنا نقول أيضا لناصر محمد عليك بالفعل ألا تكون عبء وتقدم استقالتك، وإلا فإن نواب الأمة سيسعون بعد الاستجواب إلى تقديم طلب عدم التعاون لرفعه إلى سمو الأمير وفقا للإجراءات الدستورية. نعم طيب، شكرا جزيلا لك الأستاذ مسلم البغاك. سنواكب هذه التطورات في الأيام المقبلة، نرحب بك في قناة الديمقراطية، ونرحب بكل رأي حر، ونرحب برأي الحكومة الكويتية، ونرحب بكل المشاهدين الذين تابعوا هذا البرنامج. شكرا جزيلا لك.